ومن جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجبالي المراغي إن إرادة المصريين قد انتصرت على قوى الشر والإرهاب. ثبت على عمال مصر في مختلف مواقع الإنتاج والخدمات. أتشرف بأن أتقدم لكم يا فخامة الرئيس بوافر الاعتزاز والتقدير وبالغ الشكر والامتنان لتفضلكم برعاية وتشريف احتفالنا بعيد العمال، وهي مناسبة يسعد عمال مصر أن أبادلكم فيها كل الحب والوفاء والتقدير. كما أتشرف بأن أتقدم لفخامتكم بأصدق آيات التهنئة بمناسبة فوزكم الساحق بولاية رئاسية جديدة. الأمر الذي يؤكد انتصار إرادة شعب يواجه منذ سنوات تحديات وتهديدات غير مسبوقة، ونجح رغم كل ذلك في استعادة الدولة من المتربصين بها وتثبيت دعائمها والتعامل بحسم مع كل ظواهر الإرهاب. وهنا أود أن أؤكد ما شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية هو معركة ضد قوى الشر والظلام التي تستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه.